من أكل أموالا بالحرام ثم تاب إلى الله هل يستجاب دعاؤه؟ إذا أكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب له، أنى يستجاب، هذا بعيد إن الله يستجيب له. نعم.